السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا ملاح مع رمضان. ان شاء الله اليوم جيت نطيب معكم ونقدم لكم وصفه لي مونشون مع رمضان. تما لا باتفيت ديرنييرمون وجدتها، معاك نحط لكم ليا في صندوق الوصف الرابط، يعني نحطه لكم في صندوق الوصف تاع لا باتفيت اللي وجدتها. قبل ما نبداو نحضروا لي مونشون تاعنا، نسبقوا بلا كريم فرماج. كيفاش نستعملوا؟ كما راكم تشوفوا معايا هنا عندي كاس حليب، نخلطوا كلش البارد في البارد. راه كاس حليب تاعي ندير مغرفه كبيره تاع مايزينا كما راكم تشوفوا معايا، مغرفه ونص تاع مايزينا، ملعقه اكل فوالا. دوكا هذا الخليط انا درت كميه صغيره، ما تحقش كميه كبيره، نخلطوهم مليح هنا البارد في البارد، ومن بعد نروحو نحطوهم فوق النار. نحطوهم فوق النار مع التحريك باش ما تهبطليش المايزينا تحتها، حتى تسقى لي الكريمه تاعي ونحيها من فوق النار. هاي ليك البنات، الكريمه تاعنا ماما حطيتها فوق الفرن وخليتها تتقال، هاي كي شولا القوام تاعها. دوك نفرغوها في نفرغها في هذا البول، فوالا فرغوها بصح اللي عندكم. نعاود لكم انا درت كميه صغيره باسكو عندي كميه صغيره ما نستعملهاش، ما نسحقش بزاف كيما راكم تشوفوا معايا. دوك واش نديروا لها؟ نديروا لها هنا عندي 7 حبات فرماج بورسيون، زدتهم لها، ديروا الفرماج اللي تحبوا، وهي هكا سخونه هكذا. وزيد ندير لها شويه ملح، قرصه ملح هكذا برك الملح. ما نكتروش الملح باسكو على بالكم بلي الفرماج اصلا هو مالح، يتسمى باش ما تجينيش مالحه. هاي لك البنات عجينه المورقه اللي درناها هذيك النهار بالفيديو. هاي لك دوك انت قبل ما نحلوها نديرو في لو بلون دو طراي تاعنا لا فارين باش نبداو نحلوها كيما راكم تشوفوا معايا. مي بصح كي نحلوها ما نحلوهاش رقيقه بزاف، بلوتو خشينه بزاف وما نحلوهاش رقيقه بزاف، باسكو كان نحلوها رقيقه تجينا يابسه يعني محروقه، ولو كان نديروها خشينه من الداخل تجينا عجين ما طيبش كاع. دونك نسيو نحلوها ما رقيقه ما خشينه. هكذا، ودايما كما نقول لكم سيو حلوها على شكل مستطيل ولا مربع باش ما نخسروش بزاف الحواش، يعني باش على خطره وحده نديرو الاشكال تاعنا ما نقعدوش نديرو ونعاودو. هاي ليك البنات العجينه تاعنا بعد ما حليناها، دوكا تيك نبداو نقطعوها هكذا. بالنسبه للعرض ديروا كيما تحبوا، وباش تحلو كيما قلت لكم عملوا روحكم مليح بالفرينه، باسكو تكونوا تحلو فيها الزبده تسخن وتبدا تلصق لكم العجينه، يعني ما تقدروش تنحوها من الذوب كي تسخن الذوب لنا، وما تقدروش تنحو العجينه تاعكم من لو بلون دو طراي تاعكم. دوكا تيك واش نديرو؟ نجيبو كريمه تاعنا تاع الجبن، نحطوه هكذا كيما راكم تشوفوا، نديروها شويه تكون شويه ثقيله ماشي جاريه باش كيطيب ما تخرجناش من العجينه تاعنا، وباش نقدروا نتحكموا فيها يعني بهذه الطريقه. وبعدها نرولي الاولانيه هكذا، قبل ما نرولي الثانيه نديرو ندهنوا بالبيض باش ما تحلناش العجينه تاعنا، كي ندخلوها الطيب باش ما تسحلش ندهنوا هنا بشويه بيض كما راكم تشوفوا معايا. كملو ندورو العجينة تاعنا هكذا ونقطعوها. بالنسبة لكي نحوها نرفدو العجينة تاعنا، إذا راكم تشوفو معايا هاد الجهة المحلولة دايما نحطوها هي اللي تكون تحتانية في السنيوة تاعنا،
كما راكم تشوفوا. دوك نكمل العجينه اللي بقات لي ونعاود نولي معكم. بعد ما كملنا شكلنا كامل لي مونشون تاعنا نروحو ندهنوهم بالبيض. ندهنوهم كامل بالبيض ومن بعد ندخلوهم يطيبوا في الفرن. صح الفرن ماذا بكم يكون شاعل 170 درجه من قبل. علاش؟ باسكو لو كان ما يكون شاعل اكثر كي تدخلوهم ما راهمش حيطيبوا وراهم حيقعدوا لكم معجين في عجين. دونك خلوه يشعل من قبل على 170 درجه. نكملو هكا حتى نكملو كاع الحبات تاعنا وندخلوهم يطيبوا. فوالا البنات بعد ما طابونا لي مونشون تاعنا هايليك خلوهم على درجه حراره 210 هايليك. خلوهم يحمروا مليح من تحت ويحمرونا ثاني مليح من الفوق. دوكا تيك واش نديرو لهم هذيك لاكريم اللي درناها مقبل في الوسط نروح نخلو منها كميه قليله ونجو نديرو لها هنا في الطرف كما راكم تشوفوا معايا. نديرو من هنا ومن هنا هكذا ونسيو نلصقو الفرماج تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا. هاي ليك ونسكمو هذه الطريقه لي مونشون تاعنا ونقدموهم في الطبق تاعنا هكا حتى نكمل الحبات تاعنا حتى يخلصونا الحبات تاعنا. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا كملوا بهذه الطريقه حتى يخلصونا كاع داك الحبات. نزيد معكم حبه واحده اخرى كيما قلت لكم لاكريم اللي قعدت لكم مقبيله لاكريم الدخلانيه خلو منها شويه باش تقدروا نلصقوا فيها الفرماج بهذه الطريقه هكذا. وبعدها ندخلوها في الفرماج تاعنا يكون غابي غابيناه بالعريضه ماشي بالرقيقه. انا نحبهم كي يكونوا مغابين بالعريضه ما نحبهمش يكون الفرماج تاعي ما نحبوش يكون رقيق هكذا بهذه الطريقه. فوالا ونكملوا هكا نحطوهم في صحن التقديم ونكملوا هكا حتى يخلصونا كاع لي مونشون تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نتمنى منكم ديروها تجربوها وتعودوا ترجعوا لي على الانستغرام تاعي تعطوا لي الصور ان شاء الله يا ربي. نصحفكم البنات ونتلاقاو الخطره الجايه ان شاء الله في وصفه واحده اخرى.